بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتعرف على موضوع من أهم مواضيع البيئة الاسكوان، ألا وهو الكيرسر. طبعا من خلال هذا الدرس حنتعرف كيف نعمل كيرسر ونتعامل مع شيئين، في حاجة بسموها implicit كيرسر، في عندي حاجة بسموها explicit كيرسر، ونشوف متى وكيف بنستخدم explicit كيرسر وكيف نعمل كنترول عليه، كيف نستخدم اللوب مع الكيرسر، وكيف نستخدم كيرسر مع باراميتر، ونشوف الكي وورد الفور ابديت هاد كلاوز كيف نستخدمها، والوير كرنت كلاوز كيف نستخدمها. هذول مواضيع مهمين جدا في البي اس كيو ال. طبعا بدايه احنا زمان لما احنا كنا نتعامل مع البي اس كيو ال، بدايه عرفنا شكلها. لو احنا رحنا ل SQL Command SQL Developer، طبعا بقول لك هنا Every SQL Statement Executed by Oracle Server has an individual cursor associated with it. Cursor يعني مؤشر او مجموعة من المؤشرات. Implicit cursor اللي هو الكيرسر الضمني declared and managed by BLSQL for all DML، يعني أي DML عندنا بيكون عندها فيها implicit cursor اللي بيكون فيها جملة select، يعني وين ما تشوف جملة select بتكون implicit cursor. بالنسبة لل implicit cursor هذا بيتم المعاملة مع أو التعامل معه by اللي هو SQL engine. بالنسبه للاكسبلسيت كيرسر هذا اليوزر هو اللي بيعرفه ومانج باي ذا بروجرامر اللي هو المبرمج اللي بيعرف الشغله. نشوف ليش احنا احتاجنا الكيرسر. جينا على اس كيو ال، رحنا على اتش ار سكيما، بدايه كنا نعرف فيريبل بشكلها نقول ديكلير، نقول في مثلا في سالري من نوع نمبر. لما احنا كنا نستخدم في البيجن والاند، طبعا هذا كان الفي سالري هو عباره عن سكيلر فيريبل بياخدش الا ايه قيمه واحده، وتطورنا انه احنا ممكن نحط له هنا ويد نقول 10 او 5 او كذا ونزيد القيمه بتبعه. بعد هيك رحنا عرفنا في سال من نوع ايش؟ نفس الشيء هذا رحنا عرفناه باستخدام اللي هو في البرسنتج تايب اتريبيوت اللي هو قلنا امبلويز دوت سالري في المية تايب. طبعا المشكله هذه لما كنا نكتب سيلكت السالري انتو في سال from employees كنا بنحتاج نكتب، لو احنا وقفنا هنا كان طلع لي عندي ايرور، لانه هذا بيقول single value وهذا ايه multi value attribute، فكنا نستخدم ايه الوير الامبلوي اي دي ايكوال مثلا 100 عشان ايش يجيب قيمه واحده. من ثم رحنا عرفنا في امبريك من نوع employees في المية رو تايب، اصبحت هذه المتغير يجيب كومز الداتا تايب يروح يجيب لي ايش كل الايش الريكورد، حسبت انه اقول هذا سلكت نجمه انتو في ام بريك. طبعا هنا ايه لغينا ايه الوير اللي كانت موجوده عندنا بالشكل هذا فروم، هيك حجيب لي كل الملفات. فانا رجعت برضه مره ثانيه اكتب وير حسبت انه يجيب لي كل الريكورد يحطه هنا. طبعا في هيك شيء احنا رحنا اتطرقنا بعد كذا لموضوع الفي اري، تمام، اللي هو احنا قلنا الفي اري وبنروح نجيب كل الريكوردز الموجوده هنا زي قلنا السالري انتو في اري بالشكل هذا في ار. لكن المشكله عندنا انه احنا ممكن نستخدم
كل الريكوردز ونجيب كريكورد ست اللي موجوده في قلب التيبل ونتعامل معها. هذا موضوع الكيرسر على سبيل ان احنا نستغني عن مين؟ عن الجمله هذه. هذا بشكل عام ليش احنا بنحتاج الكيرسر. طبعا لو جينا هنا بقول لك احنا عرفنا الاكسبريسيف كيرسر والامبليسيت كيرسر. الكيرسر هو عباره عن اكتف ست من البيانات اللي بترجع لك جمله اس كيو ال. يعني لو انت جبت جمله اس كيو ال في عندك مجموعه من البيانات بترجع هي اكتف ست لها، انت الاكتف ست هذه انت ممكن تشتغل عليها. زي ما احنا شايفين هاي الاكسبريسيف كيرسر انه عندي بيانات رجعت من اس كيو ال سموها اكتف ست، فانا بدي اشتغل على هذول البيانات واحده واحده. الكيرسر تعريفه في اشياء له، اول شيء بنعمل ديكلير بنعرفه باستخدام الاس كيو ال، بعدين بنعمل اوبن للكيرسر فيتش للبيانات هذه لحد ما يكون امتي يفضي كل الست، بعدين بعمل له كلوز عشان اعمل ريليز للاكتف ست لانه هي بتحجز ذاكره عندي فانا لازم اعملها ريليز عشان افضي الذاكره. الفيتش بتعمل لود للكرنت رو انتو فيريبل، يعني لو انا عندي ريكورد فانا بحتاج كل كولوم في الريكورد اعرف له فيريبل عندي. نرجع مره ثانيه بقول لك اوبن للكيرسر، هاي الكيرسر عندي صندوق بنيجي اوبن فيتش باخذ اول واحد، بعدين ايش بنعمل؟ كمان مره فيتش لحديد ايش ما تخلص الاكتف ست، وبعد هيك بعمل ايش؟ كلوز للكيرسر بوينتر اللي موجود عندي. عشان نعرف كيرسر بنقول كيرسر نيم از سيلكت ستيتمنت. زي ما احنا شايفين هاي كيرسر ام كيرسر، هذا بجيب لي هي موظفين الدائره رقم 30 بالشكل هذا. الدائره رقم 30 فبجيب لي اياهم بالشكل هذا. ايه نروح نعرف كيرسر ونبدا عليهم واحده واحده. نبدا هنا نعرف كيرسر، فاحنا بنقول كيف نعمل كيرسر هذا. ديكلير نعرف كيرسر، هاي كيرسر اسم الكيرسر نسميه ام 30، يعني الموظفين دائرة رقم 30، بنحط از سيلكت نجمة او خلينا ناخذ فيرست نيم فروم امبلويز وير department ID equal 30. عشان نتعامل مع الكيرسر بنبدا بنقول open M 30. هيك عامل open للكيرسر، بعدين بنعمل ايش؟ fetch M 30. حقيقة انتو بدنا نعرف متى اغير، فبنعرف V name من نوع employees دوت فيرست نيم في المية تايب. اذا هنا بنقول انتو بنقول ايه في نيم بالشكل هذا. انا اسف هذه بناخدها كده هي عملنا له فيتش. بعد ما نعمل فيتش احنا ممكن نطبع الكلام هذا نقول database management system بوت لاين نقول له ايه vname. بعد ما نعمل طباعه نعمل كلوز ليش لام 30. طب انا بنحتاج هنا set server output on نشغل هذا الكلام وهو راح جاب لي اياهم دن شغل كمان مره دن في شيء لدن عندي لو انا قلت انا 90 run script even 90 بس first name from beware department id equal 90 نتاكد منها. طيب
اطلع هيك ايش بيطبع لك، واحد وال30 طبع لي واحد. طب ليش طبع لي هيك دين بس؟ طب والتانيين؟ التانيين بنحتاج ايش نعمل عليهم؟ لوب زي ما احنا شايفين هنا في الكيرسر، بياخد اول واحد، فعشان تكمل على البوينترز التانيين بتحتاج انك تعمل لوب. فبنقول له هنا لوب، بعد اللوب ايش بنقول له؟ هلا لوب عاديه، بنقول له هلا اكزيت وين ام 30% not found. انا هيك لوب اكزيت وين، انا ايش بده؟ انت لوب بالشكل هذا اجيب لك اياهم كلهم تبعين ايه؟ الدائره 30. انه حط على 90 حجيب لي 3. هاي نينا وستيفن وليكس. طب ايش اللي انا كتبته هذا؟ اللي كتبته هذا عباره عن كيرسر اتريبيوت، وهذا امبلسيت كيرسر، معناها نوت فاوند انه ما فيش اي بيانات يعلم عليها، فاوند موجود، امبتي بيبقى فاضي. ففي عندنا عده كيرسرات فيها از اوبن اللي هم هلا اللي هي الكيرسرات اللي موجوده عندنا، از اوبن، فاوند، نوت فاوند، ورو كام، حنتعرف عليهم هلا. اذا احنا صار عندنا الكيرسر بنقول انه عندنا اوبن فيتش، وايش بنعمل؟ كلوز. نكمل هنا، فعندي هنا برضه نفس الحاجه اوبن كيرسر، وهنا ايه بيطلع كل مره بيعمل فيتش حيطبع لك بس واحد هنا، واحد مش حكمل على التانيين. عمل لوب قال لك كيرسر نوت فاوند، نوت فاوند انه هو بطل ياشر على بيانات، صارت الايش الاكتف ست امبتي، وكمل عليها وخلص. فبروح بجيب كل البيانات الموجوده في السلكت ستيتمنت واحد واحد، وبقول لك في الاخر بتعمل كلوز للكيرسر اللي موجود عندك. في عندي حاجه بسموها رو كاونت او رو تايب، هذا اللهم صل على سيدنا محمد. بقول لك انه انت بدل ما تعرف بدل ما تعمل كيرسر لاتريبيوت واحد او لكل واحد، ممكن انت تعمل لرو كامل وتشتغل عليهم كل الرو، يعني تحطه في ريكورد وتطبعهم واحد واحد. نشوف كيف نعملهم كله ريكورد واحد واحد. فبنيجي هنا بنقول سيلكت نجمه فروم امبلوي وير الديبارتمنت اي دي بيساوي 90. هل قلت احنا بدنا نعمل ايش؟ في ريكورد نوع من نوع امبلوي رو تايب في المية رو تايب، فاصبح عندي في ريكورد نوع من نوع كل الريكورد اللي موجود هو كومبوزيت داتا تايب، وبنعمل فيتش انتو في ريك. طبعا هذا نحطه سمول لتر، هلقيت لما نجي نطبع احنا بنطبع ايش؟ طبعا في ريك دوت فيرست نيم، تمام. ممكن نعمل كونكاتينيشن معها ونحط سبيس كونكاتينيشن، نحط في ريك دوت لاست نيم، ونكمل نفس الكلام اللي موجود عندنا. فهذا طلع لك الفيرست نيم واللاست نيم. طبعا انت ممكن تحط سبيس، انت طبعت الريكورد كامل بالشكل هذا، انت قبل ما تعرف متغير متغير، فاصبح يجيب الكيرسر كله يجيب لك كل الريكورد ويحطه ايش؟ يعمل له فيتش في الريكورد تايب اللي انت عرفته هنا. طبعا هنا بكمل بقول لك انه في عندي طريقه اسهل من الطرق اللي انت بتتكلم عنها، اللي هو انا استخدم كيرسر فور لوب. فالكيرسر فور لوب انه انا بستخدم فور ريكورد او اي حاجه ان كيرسر، وبعمل لوب عليهم بطلع اللي انا بدي اياه. وهذا بستخدم لا بنحتاج نعمل فيه اوبن ولا فيتش ولا اكزيت ولا كلوز، كلهم الفور لوب تتكفل فيهم.
طبعا. وهذا الفور لوب بتوفر عليك كل شيء من المتغيرات زي الاوبن والفيتش والكلوز، وهذول بنعمل امبلسيت. نجرب نعمل الكلام هذا واحد جديد كده، نرجع بنكمل عليه ونقول هنا سلك. اول شيء نعمل ديكلير او ست سيرفر اوتبوت اون، وبنعمل ايه ديكلير ونقول كيرسر اسمه ام 30 او ام 90 از سيلكت نجمه فروم امبلويز وير ديبارتمنت اي دي. احنا ممكن نحط وير ما نحطش بس بنجيبهم احنا عتبه انه نقلل الحجم تبعهم 90. هذا جاب لي ايه 70 90، فببدا هنا بقول بيجن وانت. طبعا فور هاي فور لوب، الفور لوب بتحتاج مثلا فور ام ان ام بال90، صار هذا نوعه من نفس نوع اللي هنا، نفس النوع ما بتغيرش عليه اي شيء. تمام، زي ما احنا شايفين هنا، فبقول لك انه انا ام لوب وبعد ما الاند لوب هنا، فانا بعمل لوب وانت لوب بالشكل هذا. بالداخل انا بكتب database management system underscore output.line، اعمل اللي انت بدك اياه. فانا ممكن اطبع ام طلعوا اللي هي هذه dot first name concat مع space concat مع ام dot last مين كمان كونكات ام دوت سلام اللي هم موجودين جوا عندي، بحط هنا فصله مضبوطه وبشغل الكلام هذا. طبعا لك اياهم هيو، انت ممكن تكتب اللي بدك اياه، ممكن تشيل هذه كلها اساسا فحطبع لك ليش 107 ريكورد الموجودات. شايف كلهم هاي طبع لك اياهم لانه انت حطيت الشرط للكرسر، لان الكرسر هو مبني على جمله سلكت بتعمل اكتف ست وانا بشتغل عليها واحد واحد. هيك سهلت علينا الامور. بالشكل هذا هو بيشرح وبكمل لك، بقول لك في عندي هذول مهمين جدا. في عندي از اوبن ايفالويت تو ترو، بتكون ترو اذا كان الكرسر از اوبن. Not found. Evaluate to true if most recent feature does not return a row. يعني إذا كان ما رجعش عندي ولا row في الأكتيف سيت. Found طول ما هو برجع row. عكس مين؟ الأولانية. Row count برجع لك evaluate the total number of row returns so far. يعني تعال هنا. If not in cursor is open. لو كان مش مفتوح افتحه. وغير هيك اعمل له close. فهو حط جملة شرط هنا. تمام؟ إيه؟ طب ليش مفتوح مش مفتوح؟ ما هو بعض المرات انت ممكن تشتغل على نفس الريكورد، واحد يعمل له كلوز وواحد يعمل له اوبن. تمام؟ إيه بالنسبه للرو كاونت، طلع احنا في اللوب ممكن نقول اكسيت وان رو كاونت بيساوي 10. ايش يعني 10؟ طلع بالشكل هذا. از سيلكت نجمه فروم امبلوي اوردر باي سالري descending. ايش يعني حيرتب لي اياهم من اعلى سلالة الى اقل، وانا جوا ها بقول له الجمله ها exit when m 90 اكبر من 10. نيجي نشوف كده. طب ايش رجع لي؟ رجع لي اعلى 10 رواتب، الناس اللي بتاخذ اعلى 10 رواتب. طب هل لو انا جبت هنا ثلاثه الناس بتاخذ اعلى ثلاث رواتب؟ تمام. طبعا هل بجيب هنا اربعه ممكن هنا نحط اثنين بجيب ثلاثه لانه حيبدا الاولاني برا اللوب، هي ايه ثلاثه. تمام، فانا عدد الايه الرو كاونت بترجع من ريكورد سيت. فهذه ممكن طريقه ان انا اجيب اعلى ثلاث رواتب. بالنسبة لهنا بقول لك كيرسر فور لوزنج سب كويري، يعني ممكن انت تستخدم الكيرسر هنا
تستخدم سب كويري يعني سيلكت الامبلوي واللاست نيم فروم امبلوي وير ديبارتمنت اي دي ايكوال 90، يعني ممكن انت تستخدم اكثر من سب كويري هنا. طبعا احنا ممكن نكتب الكيرسر هنا فوق، ممكن نستغني عنه هنا ان ونكتب انا سيلكت نجمه فروم امبلوي وتكتب جون اللي بدك اياه، تكتب الحاجات اللي انت بدك اياها هنا فبيشتغل عليها، يعني بيلغي الاولانيه اللي موجوده. بس تقدرش تستخدم هذا لانه اسم الكيرسر مش موجود عندك. تمام؟ في عندي طبعا كيرسر وز باراميتر، انه انت ممكن تدي له باراميتر ياخذ من مين؟ من برا. كيف هذا بتكون؟ هيو عندك كيرسر وهنا ايش بيساوي؟ الديبارتمنت يساوي الديبارتمنت اي دي نمبر، الديبارتمنت اي دي نمبر، من وين تجيبها هذه؟ من جرام المستخدم. تمام؟ ممكن انت تدي له هالكيرسر تبعث له اياها كباراميتر، يعني طلع كيف هنا؟ لو اخذنا هذه كده وهذه مهمة جدا. فاحنا ام كيرسر ادت الديبارتمنت نمبر هذا كباراميتر ارجيومنت از سيلكت امبلوي لاست نيم فروم امبلوي وير ديبارتمنت اي دي بيساوي الديبارتمنت اي دي اللي انبعت لك. فهنا انت لما بتعمل اوبن للكيرسر هذا بتقول له ايش؟ ام طلع كيف؟ ام كيرسر العشر. فبصير بصير ده رقم 10، لو اخذت 90 بصير ده رقم 90. تمام؟ واضح؟ نفس الحاجة وبيشتغل عادي. ها فيرست نيم طبعا ام دوت فيرست نيم مش موجودة هنا، فهو جاب اللاست نيم بس اللاست نيم، خليها اللاست نيم او شيل هذه كلها. والسلام سلام هاي جاب لك اياهم، هاي الاول هاي الثاني هاي الثالث بالشكل هذا، هم الثلاثة اللي موجودين في دائرة رقم 90، لو 30 فأنت اعملها رن هجيب لك ايه؟ كل تبعين دائرة رقم 30، حتى لو ممكن تكتب ديبارتمنت اي دي هنا زي ما بدك، إذا أصبح عندي كيرسر باراميتر، يعني أنا ممكن أبعت له ايه؟ باراميتر بس برقم الدائره وجوا في عمليه ايفالويشن الجمب سيلكت ياخذ الباراميتر هذا وعوض عنه ويرجع لك الريكوردز اللي هي الاكتف ست اللي موجوده ايه للدائره او وات ايفر انت بتعرفه. هي في عندي حاجه بسموها فور ابديت كلاوز. الفور ابديت كلاوز لو انا حطيت هذا الكلام، حطيت فور ابديت هنا وكتبت هنا فور ابديت، ايش معنى ذلك؟ معنى ذلك في حال انه الكيرسر وانت تشتغل في شركه والشركه هذه صغيره، فانت بياخذ الكيرسر عندك جزء من الثانيه، طلع عندي كان ماخذ 0.7 من الثانيه، لكن لو احنا كان موجود عندنا في شركه كبيره او في بنك له عده افرع بياخذ وقت طويل. بالاضافه انه ممكن انه الكيرسر هذا يشتغل عليه اكثر من واحد. فانت كيف تضمن انه انت تعمل لوك للريكورد هذا بحيث انه محدش يستخدمه؟ يعني انت قاعد تشتغل على سالري وبتعدل على رواتب الموظفين، في واحد ثاني في نفس الوقت بعدل على الرواتب، فانت بدك تعمل لوك تاخذ التعديل تبعك قبل التعديل تبعه بحيث انه حدش يعدل على الريكورد اللي انا بشتغل عليه، فبتعمل له ايش؟ فور ابديت. فيك لا يستطيع احد اخذ او العمل على نفس السجل في نفس الوقت. تمام؟ لو انت هيك فور ابديت، لو انت واحد ثاني جاي يشتغل على نفس السجل وانت شغال عليه وعمل له رن لهذا الشيء، فحيقول له ايش؟ ويت، حيدي خليه يستنى 50 ثانيه او كذا. لو انت قلت له نو ويت معناها ولا واحد يستنى. تمام؟ ولا واحد يستنى عشان بتتم ويت في الويتنج تايم، فبيطلع له رساله ايرور انه ما تستناش. طيب لو احنا رحنا استخدمنا ويت حطيت 10 خليه يستنى 10 ثواني 15 او 50 بالشكل هذا، تحط له رقم اللي انت بدك تعمل لوك على الريكورد اللي انت شغال عليه، وهذا بيعمل ايه؟ ضمان للانتجريتي تبعت البيانات اللي موجوده عندك.
تمام. هنا ايش بيقول؟ use explicit looking to deny access to other session for duration of a transition. اللي انت بتعمل look the row before the update or delete. اذا هذا دي ام ال، يعني بعمل look للابديت والديليت. ديروا بالكم انها تيجي في اسئله ايش المقابله. في عندي حاجه بيسموها وير كرنت اوف 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 كيرسر. طيب الوير كرنت يوز كيرسر تو ابديت اور ديليت ذا كرنت رو انكلود فور ابديت كلاوز ان ذا كيرسر كويري تو لوك ذا رو فيرست. يوز ذا وير كرنت اوف كلاوز تو ريفر ذا كرنت رو فروم اكسبليسيت كيرسر. طيب نجيب مثال عليه. مثال عليها لو احنا رحنا على الوورد، كتبنا بالشكل هذا، عملنا ادراج جدوى بالشكل هذا، وهنا حطينا الاي تي النيم، وهنا السالري، وهنا بالشكل هذا خلينا الكوميشن النيم علي سامي علي بالشكل هذا. هذا راتبه 1000، هذا راتبه 2000، هذا راتبه 3000، والكميشن 10 20 10. هو عادة الكيرسر حياخذ هذا كالاكتف ست. لو انا بدي اضيف السالري اضيف عليهم كل واحد 1000 حسب النيم، تمام؟ حياخذ الاولاني يقول له انت علي، بضيف 1000 عليك حيضيف له 1000، حيصير زائد ايه؟ زائد 1000. الثاني مش علي، الثالث علي حيضيف له 1000 حيصير كمان 1000. في اللفه الثانيه سامي، انت سامي تعال تضيف كمان 1000، انت مش سامي ويطلع. هيك خلص الثانية، نيجي للثالث علي، أنت علي أضيفه كمان 1000، وهذا علي كمان حضيفه كمان 1000. لاحظ أنه هنا صار علي 3000، صار هذا 5000، وهذا صار 3000. هذول الزيادة مرتين هنا لما أنا بكتب بالشكل هذا. لو أنا عندي جدول بدي أخذه بالشكل اللي نعمل جدول ونشوف الكلام هذا على أرض الواقع. دعم ال create table اسمه m tb as select last name salary from employees بالشكل هذا، وعملت له run تيبل كرييتد. رحت على الجدول هذا اللي اسمه ام فيو، او عملت له سيلكت هنا رحت على الجدول اللي عندي سي اس تي تيبلز ام تمب او ام تي بي، انا سميته ام تي بي في قلب البيانات هذه، هاي كله طلع هذا كينج، وطلع هذا في عندي كينج ثاني، وانا كتبت انا فلتر كينج تشوف هذا اكثر من عيله، هاي اثنين كينج نركز عليهم، هذول اثنين كينج، هذا 24000 وهذا 10000. نعمل الكرسر بتاعنا سيلكت وير ديبارتمنت، خلينا بدناش وير بالشكل هذا، شلناه وشلنا هذا موجود هنا، وقلنا اللاست نيم والسالري فروم ام تي بي بالشكل هذا، ورفعنا هذا فوق بيجن فور ام ان ام كيرسر بالشكل هذا،
update mdb set salary يساوي salary زائد 1000 where ال last name equal m dot last name. ده كل واحد ضفته 1000 طلع ايش موجود؟ هذا 24000 وهذا 10000. بدي اضيف لكل السالري كلهم بدي اضيف لهم 1000. طبقت الكلام هذا ديفين رون سكريبت طبقته مرتين. انا اعمل ريفريش روح للكينج صار ايه؟ طلع 28000 اربع مرات ضاف، وهذا ضاف مع انه الاولاني المفروض تضيفه ايش؟ 1000 ضافه لانه جاء اكثر من مره. طب شوف 14000 اللي تحته هذا 19000، المفروض هذا يصير 20000 وهذا يصير 15000. تعال لكينج، هذا 20000 هذا المفروض 15 صار 16000، صار عنده زياده مرتين. عشان هيك احنا هنا بنقول شيء وير، بنستخدم هذه الجمله وير current of ام كيرسر، وير current of ام كيرسر بنحطها هنا. Where current ام كيرسر هيك بضيف بس لها، هيك بضيف بس لهذه او ام كيرسر بشكل هذا او ام كيرسر. هيك بتمنع الاضافه لمين؟ للباقيين، وبصير اضيف بس لمره واحده. كيرسر وسب كويري اللي هو بيقول لك سيلكت وسيلكت كمان سيلكت جروب باي عادي نفس الحاجه، ما فيش اي اختلاف، هي جمله سلم. هيك احنا بنكون خلصنا، بنرجع بنركز على عده حاجات. في عندي امبلست كيرسر وفي عندي اكسبلست كيرسر. امبلست كيرسر في الدي دي ال والدي ام ال، الاكسبلست كيرسر انت بتقوم ببنائه في الكويري تمام. بقول لك هنا كرييت هاند الاكسبلست كيرسر، عرفنا عرفنا كيف نستخدم الفور لوب، وعرفنا كيف ليش بنستخدم الفور ابديت، وعرفنا كيف نعمل لوك للكرنت رو باستخدام الكيرسر. هذا وبالله التوفيق، وان شاء الله في المحاضره القادمه سوف نتعرف على نوع الاكسبشن اللي احنا ممكن نمنع الايرورات اللي بتطلع عنا من اوراكل. واسال الله لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.